مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. طبعا احنا في الفيديوهات الماضية حكينا شو الشغلات اللي لازم تسويها من بداية اخذك للفيزا، تحضير الاوراق، دخول المطار، سجار الشقة و اليوم بدنا نحكي عن الطقس. الطقس في كندا مهم جدا جدا جدا، خاصة اذا بتوصل فصل الشتاء. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. فصل الشتاء في كندا شوية برد قارس. في كندا في أربع فصول، بدك تعرف أربع فصول اللي هم الفصول خلال السنة بنشوفها جميعا. فصل الصيف جو رائع، فصل الخريف جو جميل جدا وشاعري، فصل الربيع منعش وهذا، لكن فصل الشتاء شوي بارد في كندا، خاصة في والله بحكي لك كل كندا إلا تقريبا مدينة فانكوفر، هي يمكن أدفى مدينة موجودة في كندا وفيكتوريا. الآن فصل الشتاء في خاصة الجايين جداد بيعانوا كتير من ايش نسوي فصل الشتاء، شو الطريقه اللي نعيشها. ولما توصلوا على مدينه او منطقه بارده فاهم شيء انك تعرف شو تلبس. اللبس في كندا شوي بيختلف عن اللبس في بلادنا، وبرد كندا بيختلف عن برد بلادنا. الاطفال لازم يلبسوا كويس، الكبار لازم يلبسوا كويس، اللي بيقعد برا المبنى لازم يلبس كويس. في اهم ثلاث شغلات رئيسية أو أربع شغلات خلينا نحكي لازم تتبعها في اللبس. أول إشي البوتس، الأحذية لازم تكون مقاومة للماء ومقاومة لدرجة حرارة لا تقل عن 30 درجة تحت الصفر، بفضل 40 إذا بتقدر تشتريها 40 ماينس 40 بسموها، موجودة في كل الأماكن قبل فصل الشتاء، بتنباع في فصل الشتاء اللي هو بسموها سنو بوتس. سنو بوتس هاي مهمة جدا، تمشي تقريبا ما بهمك. الشغلة الثانية جاكيت ممتاز، جاكيت لازم يكون مقاوم للبرد ومقاوم للمي ومقاوم للريح، بحيث انه هاي الثلاث شغلات بتكون موجودة. معظم الجاكيتات تنباع هون لها هذه المواصفات، ودرجة الحرارة اجين ماينس 30 لازم تكون او 40. الشغلة الثالثة انك تلبس طبقات. الصوف في بلادنا كتير ناس بتحب تلبس صوف، لانه الصوف يعتبر من الشغلات اللي بتدفي. للأسف هون لانك بتدخل على محلات مدفاية وبتطلع منها، يعني بتروح على المدرسة مثلا مدفاية، بتروح على الشغل مدفى، السيارة مدفى، البيت مدفى، فبس تشلح الجاكيت. اذا لابس صوف بدك تشلح البلوز الصوف، لا. الكنديين شو بيسووا هون؟ بيلبسوا طبقات، يعني اللي فوق مثلا بيلبس له ثلاث طبقات او اربع طبقات، تحت بيلبس له اقل شيء طبقتين او ثلاث، فبالتالي بيقاوم اللي بسموها layers. هذه معروفة عند الكنديين وهذه الطريقة اللي بيلبسوها. والشغلة الاخيرة اللي هي كفوف كويسة، طاقية كويسة، ولفحة كويسة. الطاقية لازم تغطي دينيك، هلا حنحكي ليش. في شغلة في كندا بسموها قضمة الثلج، قضمة اللي هي عضة الثلج. عادة شو بتصير؟ بتصير في الأماكن الأطراف، الأصابع، المنخار، الدنين، أصابع القدمين أو بتبرد لدرجة، لأنه هذه الأماكن طبياً هي نهايات التغذية أو التروية الدموية، فبتكون التروية أقل ما يكون في هذه الأماكن. أوكي، فالجسم هون بحمى بطريقة أقوى كثير من هذه الأماكن، فهي الأماكن عرضة لقضمة الثلج أو هذه المشكلة. اللي بصير إنها بتبرد، فهذه الأماكن بصير فيها موت لهذه الخلايا أو الأنسجة، فبشعر الشخص بتنميلة أو زي تخدير في هذه المنطقة. ممكن يتغير لونها، يصير أبيض زي كأنه عليه هيك دواكس أو بلاستيك، وبصير في إحساس ما في ألم كتير في البداية، لكن بفقد الإحساس تقريبا فيها، وبشعرها أنها قطعة مثلا خشب، بشعرها أنها يابسة. طبعا بعد فترة هاي إذا ما تعالجت بالطريقة الصح في الوقت الصح ممكن تموت الخلايا بشكل عام، تسود هاي المنطقة وتلتهب ويضطروا انهم يشيلوها او ينظفوها، فلازم تكون حذر، يعني
الأماكن زي ما حكينا حساسة جدا، لازم تكون حذر. أهم شيء اللي هو في الوقت اللي فيه ريح، يعني بدك تتابع زي ما بيحكوا النشرة الجوية، إذا في ريح قوي هذا هو أكبر عامل لقضمة الثلج. فعشان هيك عادة في النشرة الجوية بيحكوا إنه مش لازم نقعد برا لمدة تزيد عن 5 دقائق أو 10 دقائق، بيعتمد على درجة الحرارة. إذا درجة الحرارة متدنية وفي ريح هون المشكلة. فاللي هو عدم الجلوس أو البقاء في الخارج لمدة طويلة، لبس الجوارب المناسبة والبوتس اللي حكينا عنها مناسبة والكفوف المناسبة والطاقية المناسبة. مرن حالك قبل الخروج عشان ما يصير عندك الشوك هذا. وانت خارج برضه حاول انك تبقى في مكان دافئ، مثلا في اماكن للباصات عندنا بتكون مغلقة. حاول انك لما ترجع، الشتاء عندنا شوية بارد، فحاول انك دائما تخلي جلدك رطب، ممكن ترطبه بكريم او بزيت زيتون. الأهم إشي إذا لا سمح الله دخلت مي جوا الحذاء، إنك تطلع تطلعه وتنشفه، ما تضلك لابسه هو رطب. وزي ما حكينا أهم إشي القفازات والطاقية. إذا صارت هاي المشكلة القضمة ما تفركها، لأنه لما صارت خلاص بتصير بالعكس ممكن تسبب إنه مشكلة. على السريع بدك تروح تراجع، أول إشي تحاول إنك تسخن المكان بطريقة لطيفة جيدة خفيفة جدا، تدخل لمكان دافئ، وإذا بتقدر تراجع طبيب مباشرة عشان يعطيك النصائح المطلوبة والطريقة الصحيحة للعلاج. طبعا زي ما حكينا هاي النقطة مهمة جدا انكم تتبعوها، وخاصة للأطفال. هلا في كندا في شغلة اسمها سنو سوت فند، هاي مهمة جدا انكم تعرفوا عنها. بعطوكوا ب 10 دولار اي ثينك سنو سوت للأطفال، خاصة للقادمين الجدد وللناس اللي عندهم دخل محدود او دخل متدني. بعطوكم سنو سوت للأطفال. سنو سوت معناها جاكيت ثلجي وبنطلون ثلجي، بعطوه اعتقد لاطفال عمر تحت 16 سنه. فممكن تراجعوهم، تدخلوا على snowsuit.ca، حط لكم الرابط كمان snowsuit.ca، وتشوفوا موقعهم القريب منكم وتتواصلوا معهم. عاده هدول بضلوا من نهايه سبتمبر الى بدايه الى نهايه جانيوري يوزعوا السنو سوت. طبعا في النهايه بتقل عندهم التشويزز او الاختيارات، فالافضل تروحوا في البدايه وتاخذوا السنو سوت. والف سلام عليكم، وان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه. طبعا برضو حبيت احكي لكم عن كيف انك تامن سيارتك. السياره مهم جدا انك تحط لها سنو تايرز او وينتر تايرز، هذه عاده بتكون بتحطها في نوفمبر او ديسمبر وبتشيلها في نهاية مارس. هاي بتحمي لك السيارة من او بتخفف من الانزلاق، مصنوعة بطريقة معينة. الان المية اللي بتحطها عشان تغسل الزجاج في السيارة لازم تكون ماينس 40 عشان ما تتجمد في الشتاء وما تقدر تشوف من الوسخ اللي موجود على الزجاج، لازم تحط هاي المية. وطبعا الشغلة الثالثة والمهمة انك تخلي السيارة دائما عباية بالبنزين، ما تخليها اقل من النص، عشان اذا لا سمح الله بقي فيها شوي وتجمد البنزين معناها الوضع وقف لاخر الشتاء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.